فبعض الأسئلة المتعلقة بالشيعة ودخولهم مصر، فأقول وبالله التوفيق، هذا خطر عظيم، نسأل الله أن يسلم البلاد وأن يسلم العباد منه. وإن شاء الله أمرهم إلى قل وإلى زوال، فرب العزة يقول: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولكن أود أن ألفت النظر إلى خطر هؤلاء الشيعة بصورة موجزة في غاية من الإيجاز إن شاء الله. أولاً، من الأمور المتفق عليها والمعلومة لدى الجميع والتي يقر بها الشيعة أنفسهم ولا يخالفون، طعنهم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويزداد طعنهم ويشتد في الشيخين أبي بكر وعمر وفي أمهات المؤمنين عائشة وحفصة، ويشتد 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 طعنهم بل وتكفيرهم لمعاوية ابن أبي سفيان وعمر بن العاص رضي الله عنهما، وسائر الصحابة عندهم في أغلبهم ضلال. فمن دعوات الشيعة وأذكارهم اليومية لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، ويعنون بذلك أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي الله عنهما، ويجعلون ذلك قربة من القربات، وكانوا ولا يزالون لا يبرئون أم المؤمنين عائشة مما رميت به من الإفك رضي الله عنها وأرضاها. هذا الأمر، أمر الطعن في الصحابة، لا يقف عند هذا الحد، بل ينتقل إلى الطعن في السنة التي رواها الصحابة. فإذا كنت تقول على سبيل المثال أبو هريرة به وبه، كيف ستقبل الحديث الذي رواه أبو هريرة؟ إذا كنت تصف عمر بأوصاف مشينة، كيف ستقبل الأحاديث التي رواها عمر؟ فانتقل الطعن في الصحابة إلى الطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الصحابة هم الذين نقلوا لنا القرآن، فانتقل الطعن إلى القرآن، فأصبح الطعن في الصحابة لا لذاته، إنما وصولا إلى الطعن في السنة ووصولا إلى الطعن في القرآن. فطعنوا في سنة النبي وجل الأحاديث عن رسول الله كذبوا بها، وافتروا أحاديثهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون أسانيد. وانتقل الأمر إلى القرآن، فقالوا: القرآن به زيادات ليست في مصحفكم، ومصحفكم ناقص، وعندنا مصحف فاطمة به ضعف ما في مصحفكم. انتقل الأمر إلى الشركيات والوثنيات، فدعاؤهم غير الله كالحسن والحسين أو الحسين خاصة وعلي وفاطمة جزء لا يكاد يتجزأ من دينهم ومن حياتهم. الغلاة منهم وصلوا إلى أمور، منها أن الأئمة الاثنى عشر خلقوا من نور الله. الغلاة أيضا في اتجاه آخر طعنوا في جبريل
وقالوا خان الأمين، وكان الأولى أن ينزل بالرسالة على علي فنزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم. لا يخفى عليكم أنهم يقيمون احتفالا سنويا ويعظمون أشد التعظيم أبا لؤلؤة المجوسي قاتل عمر بن الخطاب في احتفال مهيب، وجوائز توزع فرحا وطربا بمقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا جزء يسير عن الشيعة لما أسقطوا السنة وطعنوا في القرآن. أيضا انضم إلى هذا الشيء أمر جلل وخطر، وهو تفسيراتهم الباطنية للكتاب العزيز، وهذا من أخطر ما يكون. واشتركوا مع فريق من المتصوفة في هذا الضلال أن القرآن له ظاهر وباطن. فمن السخافات، وقد تقدم التنويه عليها، قولهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، البقرة عائشة، وقولهم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت أنهما أبو بكر وعمر، وقولهم وجعلنا لهم لسان صدق عليا علي بن أبي طالب، خرافات على هذا النمط، وافتراءات أحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام تخدم لهم مذهبهم. فكذبوا وحدثوا بحديث أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. ونحن نجل أهل البيت إجلالا شرعيا، ونحبهم، نحب حسنا وحسينا وعليا وفاطمة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن حبا شرعيا، أما هم فعبدوهم من دون الله وسألوهم أمورا لا يسأل إياها إلا الله سبحانه وتعالى، فوقعوا في الشركيات والضلالات التي لا تخفى عليكم. هذا غيض من فيض في شأن هؤلاء الشيعة. نسأل الله أن يسلم البلاد وأن يسلم العباد منهم. وما كنا أبدا والله نأمل أن يؤتى إلى مصر في ظل هذه الحكومة بهؤلاء الشيعة. كنا نأمل أن هذه الحكومة تسير على خطى تقرب من الله، لا تدخل التشيع البغيض إلى مصر. كنا نأمل أن تهدى إلينا هدايا، تهدى إلينا هدايا فيها أننا سنحكمكم بكتاب الله، تهدى إلينا هدايا أننا سنحجب المواقع الإباحية عن النت، سنحجب القنوات الفضائية الإباحية أيضا عن الناس. هذه الأشياء التي تنفع الناس. أما أن تترك الأمور وتستباح كل المحرمات تحت مسمى الديمقراطية ويضاف إلى ذلك الإتيان بالشيعة، فهذا من أسوأ ما صنع في مصر، من أسوأ ما صنع. ونخشى على الساسة أن يسطر هذا في صحيفة عملهم يوم يلقون ربهم نكة سوداء. فالنبي قال لعن الله من آوى محدثا، هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لعن الله من آوى محدثا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي أن نكثر من التذكير بفضائل أصحاب رسول الله من كتاب الله ومن سنة رسول الله. يعني إذا سلمنا للشيعة هؤلاء الطعن في أبي بكر وعمر، ماذا نقول لربنا وهو يقول لنا في كتابه الكريم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكان من المبايعين، من أوائل المبايعين أبو بكر وعمر. هل بلغنا أن الله سقط على أبي بكر وعمر بعد أن رضي عنهم؟
كيف نقول لربنا وربنا يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا أخبرنا الله أن السابقين ومن السابقين أبو بكر ومن السابقين عمر رضي الله عنهم ورضوا عنه، ماذا نقول لربنا وعائشة زوجة نبيين زوجة نبينا والله يقول الطيبات للطيبين وهم ما زالوا أعني الشيعة يقولون إنها مرتكبة للفاحشة ولا يصدقون بآيات سورة النور التي نزلت في تبرئة عائشة رضي الله عنها. ماذا نقول لربنا ويقول في كتابه وبإقرارهم أن صاحب الرسول في الغار أبو بكر والرسول يقول له لا تحزن إن الله معنا؟ كيف نقول لربنا إذا طعنا في أبي بكر وطعنا في عمر والنبي يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس؟ هل كان الرسول الذي لا ينطق عن الهوى وهو يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس هل كان غاشا لأمته عند موته؟ حاشاه عليه صلوات الله وسلامه. فانتبهوا أيها الإخوة لهذا الرفض الخبيث، والجهل يقولون إنهم يقولون لا إله إلا الله. طيب يقول لا إله إلا الله ويقول يا علي يا فاطمة، يقول لا إله إلا الله ويكذب القرآن، يأتون بالنواقض ناقضا بعد ناقض بعد ناقض، عياذا بالله من ذلك.